السلام عليكم اصدقائي، مربح فوق 250% باخر صفقة فيوتشر على عملة تيرا لونا كلاسيك اللي تكلمت عليها بالفيديوهات السابقة. العملة حققت ارتفاع بنسبة 12.5% سبوت و 250% فيوتشر. العملة تكلمت عليها واليوم هو يوم الحرق. اليوم راح تقوم منصة باينانس بحرق قطع من عملة تيرا لونا كلاسيك. راح يتم احتساب عدد القطع الذي تم اخذه كضريبة من تداولات على منصة باينانس من تاريخ 30/11 الى 27/2 او 27 فبراير. راح تم احتساب عدد القطع وراح تم حرقها بعد ساعات من الان. والصعود اليوم اللي صار للعملة هو صعود غير صحي، يعني ممكن العملة تحقق انخفاض كبير بعد هالصعود الكبير اللي صار. مثل ما بنعرف كل مرة بيصير عملية حرق على عملة تيرا لونا كلاسيك بيصير فوم ارتفاعي قبل الحرق وبعدها بنرجع مرة تانية لنعاود موجة الهبوط. اليوم ممكن نحرق ما بين 2 مليار الى 3 مليار قطعة. عدد القطع المحروقة إلى حد الآن ضئيل جدا، رغم أن عدد القطع الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك تجاوزت 5.860 مليار قطعة. اليوم ممكن يتم حرق فقط ما بين 2 مليار إلى 3 مليار قطعة، وإلى حد الآن عدد القطع المحروقة يساوي تقريبا 40 مليار قطعة من عدد قطع إجمالي 5.860 مليار قطعة. العملة أصدقائي بعد ما ضربنا الهدف اللي تكلمت عليه بفيديوهات السابقة لمسنا ترند مهم اللي هو الترند الهابط للقمم السابقة. بهذا الترند لمسنا هذا الترند وفشلنا بالكسر، وهلا حاليا عم نرجع لارتداد وممكن نتوجه ونقفل شمعة الأربع ساعات أسفل الموفيج أبرج 200 عند منطقة 0.3 أصفار 17.11. إذا بنقفل شمعة الأربع ساعات أسفل هذا الرقم فبالتأكيد رح نتوجه لمناطق 0.3 أصفار 19. إحدى متداول صفقات اللونج في الوقت الحالي ممكن تكون عبارة عن فخ، أو هذا الصعود ممكن تكون عبارة عن فخ لجلب المستثمرين وترجع تنزل العملة مرة تانية ويتم الأكودة وتصفية لجميع المستثمرين. قبل عمليات الحرق اللي راح تصير من قبل منصة باينانس اكيد اغلب المستثمرين راح تراهن على صعود عملة تيرا لونا كلاسيك، وانت كمتداول لازم تفكر عكس اللي بيفكروا فيه باقي المتداولين. يعني اذا كان عدد صفقات اللونج اكثر من صفقات الشورت انت بتدخل صفقة شورت، لان راح يتم عمل شمعة هبوط كبيرة حتى تلكود صفقات اللونج اللي هي بالاساس صفقات اكثر وتحمل مبالغ اكثر من صفقات الشورت، وبعد يصير صعود للأكواد صفقات الشورت. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.